توصيل التوالي للمجموعات المتجاورة هو نهاية في نهاية. إذا إحنا عرفنا إنه توصيله توالي نهاية في نهاية، وبضل عندنا بدايات للفاز بنخرجهم برا للروزيتا. الآن صار واضح معانا المحرك، والآن بنقدر إنه إحنا نبدأ نقطع بالملفات على أساس نعمل له نظفه ونعمل له ورق ونجهزه لللف. طبعا الآن راح أبدأ بتقطيع المحرك. طبعا احنا بنقطع المحرك بالازميل، ازميل مستقيم او ازميل في ازميل معكوف احنا بنسميه او مطعوج هيك. نبدأ بالتقطيع، نحط الازميل على باب المجرى على ملف، يعني بنحط احنا على ملف ملف. اذا كانت ملفات رفيعة وقريبة جدا عن بعض تقطع اول شيء ملفين، بعدين انا نصيحتي لما يصير معك مجال اقطع ملف ملف، لا تقطع اكثر من ملف، لانه راح تضطر انك تدق بشكل اقوى على اساس انه تقطع ملفين مع بعض. فلا، احنا بدنا نقطع بهدوء وشوي شوي، ما بدنا نخرب حديد الاستيتور شوي شوي، وننتبه انه ما نقطع حديد الاستيتور عشان ما نهدي المحرك. فبنبدا ندق يعني شوي شوي على مهلك، تقطع ملف وبترجع للملف الثاني. بس خلوني اورجيكم انا انه كيف بنقطع الملف من هون هيك. نضع الزميل على باب المجرى بهذا الشكل وبندقه لحديد ما يقطع الملفات بشكل سليم بدون ما نأذيه للاستيتور نهائي. وشوي شوي ولا تستعجل، اهم اشي يعني اهم اشي ما نستعجل، لانه في العجل الندامة زي ما بيحكوا. فشوي شوي وملف ملف. طبعا احنا بعد ما نقطع بنقدر نطلع الخطوة ما في مشكلة. هذا المحرك 30 مجرى وخطبين، خطوته راح تكون من 1 الى 12، 1 الى 14، 1 الى 16، ثلاث ملفات مجموعة، ومجموعة المقابلة راح تكون ملفين من 1 الى 12، 1 الى 14 ملفين، يعني ثلاث ملفات مجموعة وملفين مجموعة، يعني عدد ملفات المجموعات غير متساوي، مجموعة ثلاث ملفات ومجموعة ملفين، بخطوة 10، 1 12، 1 14، 1 16. والملفين 1-12 1-14. طبعا معروف بالنسبة لنا هذا المحرك 30 مجرى قطبين، بنقطع بشكل شوي شوي وننتبه ما نضرب الحديد وما يخرب الحديد معنا. خلوني انا اكمل تقطيع وارجع لكم. طبعا انا هاي كملت تقطيع الملفات، وزي ما انتم شايفين هاي هي الملفات، والحمد لله الحديد ما انأذى ولا انضرب ولا صار فيه اي مشاكل. الان بنلف المحرك على اساس انه احنا ناخذ الخطوه او نسحب ملف، اذا ما بينت معنا الخطوة نسحب ملف. طبعا نقطع الخيط بندق على الملفات بهذا الشكل على اساس انه يعني الورنيش اللي عليها يرتخي او يطرى
طبعا هذا المحرك الصيني يعني ورنيشه يدوب ما في عليه ورنيش تقريبا، لكن في محركات بكون عليها ورنيش قاسي، فبدنا ندق عليه شوية ومن هون ومن هون، ومرات ممكن انه نضطر انه نسخن على اساس انه نفك الورنيش. لا نسحب اي مجموعة، مثلا نسحب طرفها على اساس احنا نبين المجموعة اللي تحتها مباشرة، على اساس انه احنا ناخذ خطوتها. تلاحظوا انه الملفات بتطلع لحالها، المجاري كبيرة، يعني في وسع كثير هذا المحرك. طيب وهي شلنا العازل، انا بدي افك مجموعات على اساس اخلي لكم مجموعتين مقابل بعض تشوفوهم وهم مقابل بعض كيف ترتيبهم، مدام انه في يعني وسع في المجاري بقدر اسحب مجموعات على اساس اخلي مجموعتين مقابل بعض تشوفوهم انهم مقابل بعض وكيف بيقسموا المحرك من النص. والان انا فكيتهم هيو، وهيك عندي مجموعتين متقابلات. سبحان الله، يعني انه المجاري فيها شوية وسع فخلتني اقدر اني افك واثبت مجموعتين. لاحظوا انتو هاي المجموعة ثلاث ملفات، 1 2 3، وهي المجموعة اللي مقابلها ملفين. كمان لاحظوا انه محرك القطبين، طبعا قطبين حقيقيات، يعني هذول قطبين حقيقيات. ليش؟ لانه القطبين متجاورات او المجموعات متجاورات، ما في مجاري بينهم فيها ملفات لفازات اخرى، مباشره المجموعتين جنب بعض مباشره في المجاري، فاذا هاي اقطاب حقيقيه، ما في اقطاب تاثيريه هون، اقطاب حقيقيه متجاوره. وهذا السبب اللي هو بيخلينا انه القاعده انه التوالي للمتجاور نهايه في نهايه، فاذا احنا فهمنا انه توصيلته نهايه في نهايه كونه مجموعاته متجاوره. والان بنفك الملفات وبنعدهم. اذا هذا محرك اقطاب حقيقيه، دائما دائما المحرك القطبين 3000 دوره اقطابه حقيقيه. ومعلومه ثانيه، دائما محركات الواحد فاز اقطابها حقيقيه، دائما دائما ما في واحد فاز تاثيري، ما في واحد فاز تاثيري، وما في قطبين تاثيري، ما في واحد فاز تاثيري وما في قطبين تاثيري، ان كان ثلاثة فاز او واحد فاز قطبين، طبعا ما في تاثيري، كله حقيقي. التاثير بيكون في ال 3000 دوره، في ال 1000 دوره، في ال 1400 عفوا 1400 دوره، في ال 1000 دوره، في الأقل، في الأقطاب الكبيرة، يعني العدد الأقطاب الكبير بكون في تأثير، أما أقل أقطاب اللي هي قطبين ما فيها تأثير نهائي، وأيضا الواحد فاز ما في تأثير. الآن بنفك ملف، الآن نقدر نعد الخطوة إحنا. طبعا هو ملفوف متداخل، لاحظوا مش متساوي الخطوة، مش متساوي الخطوة، ملفوف متداخل. بنقدر نعد المجموعة الصغير، الملف الصغير الأول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا الملف الصغير من 1 إلى 12، طبعا والملف الأكبر راح يكون من 1 إلى 14، والأكبر من 1 إلى 16. نشوف المجموعة اللي مقابلها، نعد الملف الصغير، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا خطوة الملف الصغير كمان 1 إلى 12، والأكبر بتكون 1 إلى 14. طبعا هذا الكلام بنسجله احنا عشان ما ننسى. لف من 1 إلى 12، ومن 1 إلى 14، ومن 1 إلى 16، والمجموعة الثانية من 1 إلى 12، ومن 1 إلى 14. هون بنحط كلمة
سلك على اساس انه احنا نسجل توصيله. وطبعا توصيل الخارجي حكينا الدلتا نكتبها بنسجلها ونرسم رسمتها. الان هون بضل علي اني اقيس قطر السلك واعد الملفات. طبعا قطر السلك احنا بنقيسه قطر السلك بنقيسه الافضل والاحسن، في ناس بتقيس بالعازل وبعدين بتنقص نص دزيم من من القياس. لا، انا بفضل انه تحرق السلك، تحرقه لغايه ما يصير لونه احمر، ما يذوب يصير لونه احمر، وبعدين بتنظفه وبتقيسه. هيك بعطيك القياس اللي موجود على البكره. يعني اخشى انه احيانا في بعض المحركات بكون العازل تبعها اسمك شويه ف نقص نص دزيم مش دقيق، فالدقيق انك تحرق العازل وتقيس السلك. طيب خلوني احرق العازل وارجع لكم ان شاء الله. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.